السلام عليكم. نعم تفضل. معلش يا شيخنا انا اسف، في نقطه ثانيه. انا كنت في الكويت من حوالي 9 سنين. ايوه. وفي نقطه مبلغ من المال انا نسيت، كنت مديون بيه لحد هناك، فنزلت ما عرفتش ادفعه له. فلو دلوقتي عايز اطلعه مثلا سابقا، لان مش عارف اوصل للراجل ده. لا لك كم سنة؟ يعني لك بالمبلغ. لا صبرا بس، يعني لك كم عام؟ ايه؟ من كم سنة هذا؟ من حوالي 9 سنين. عجزت تماما عن الوصول اليه؟ اذا هو حد يعني اخي هندي وانا مصري، فاحنا الاثنين كنا محترمين. فانا تذكرت دلوقتي المبلغ، انا والله ما كنت فاكره. يعني الآن مرت 9 سنوات على مال عندك لرجل عجزت تماما عن الوصول إليه، افعل له به صدقة جارية. 9 سنوات كثير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.